كابتن نبيل، شايف الاستعدادات للفاينل ازاي؟ احنا لسه برضو بنتكلم في وقت، ولكن يعني يمكن سمعنا كابتن طارق بيتكلم ان هو هيبقى اجازه يوم واحد، بعد كده هيبتدي يستعد لمباراه الفاينل. شفنا الحقيقه مباراه قويه ما بين سبورتنج والجزيره، اكيد فيها نديه كبيره على عكس مباراتنا مع طبعا هيليوبلس. هل ده هيفيد سبورتنج على المستوى البدني ومستوى فكره كمان المنافسه في ارض الملعب، عكس ما احنا كان عندنا احنا يمكن وان سايد جيم؟ ده بالنسبه لسبورتنج اكيد هيبقى مفيد، واكيد احنا لازم نعمل حساب ده لما نقابله في الفاينل. هو بالنسبه لمباراه سبورتنج، من الواضح الاهلي يعني في الفاينل مع سبورتنج، من الواضح من كلام طارق هو مستوى الدوري، يعني بيقول وانا بلعب اي حاجه وانا بحضر لاي حاجه انا حاطط في دماغي سبورتنج واللعيبه بتاعته وامكانياته وهو بيلعب ايه. فده بيوضح قد ايه يعني المفروض اي مدرب لما بيجي يلعب انا لازم اعدي المرحله دي علشان افكر في المرحله الجايه. من الواضح ان في جاب في مستوى الدوري بتاع السيدات ما بين الاهلي وسبورتنج في حته وبقيه الفرق في حته، ولو اني اعتقد ان الجزيره النهارده ممكن يعمل شكل كويس لو ما حققش مفاجاه، بس ممكن يعمل شكل كويس ممكن. لانه فرقه طبعاً في مفاجأة. كافراد برضو فرقه كويسه وفرقه قويه وعندها شخصيه في الملعب. وكان الجيم اللي فات برضو كان يوم قوي يعني ماشي. اكيد سبورتنج كان ليه الكلمه العليا فيه، ولكن جزيره برضو يعني برضو كان في اداء في الملعب. وان رضوى هتلعب النهارده ده اضافه ليهم لانه برضو بيعتمدوا عليها في الملعب بشكل كبير يعني. وهي عندهم مجموعه مميزه سواء حبيبه حاتم سواء يعني في عنده مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد يعني، بس عنده مجموعه لاعبات مميزات ومقاتلات في الملعب. فدي برضو بالنسبه لفرقه الماتش بتاع النهارده ما بين سبورتنج والجزيره. بالنسبه لماتشنا احنا والجزيره في وقت كافي للفرقتين ان هم يعملوا استشفاء ويحضروا للمباريات اللي جايه يعني بيست اوف فايف اللي جاي وبتاع كده. فيعني وانا اتوقع ان برضو كل واحد فيهم هيحاول يغير شويه او يعمل مفاجاه للفريق الثاني في اللي جاي يعني في المرحله الجايه او في النهائيات، لان الفرقتين حافظين بعض كلعيبه وحافظين بعض كاداء خططي.